اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة آية الموافي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. كان إبراهيم خارج من المحل بعد ما اشترى أكل ليه، بس اتصدم لما لقى راجل بيجري ناحيته بسرعة رهيبة. وقف الراجل قدامه وهو بينهج وحط البلورة في إيده، حافظ عليها. والراجل جري بسرعة من قدامه قبل ما إبراهيم يقول أي حاجة. انت يا كابتن، انت رايح فين وسايب البتاعه دي معايا؟ استغفر الله العظيم يا رب، هو انا ناقص اعرف على المسا؟ ابراهيم بص على اللي في ايده ولقى بلوره شكلها حلو قوي وكانت بتلمع. ابراهيم بص قدامه لما حس ان في حاجه غريبه، واتصدم لما لقى ناس كتير وكانوا جايين من بعيد وهما بيجروا. شاور واحد من الناس دي على ابراهيم، اللي مع البلوره اهو امسكوه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو بيشاور عليا انا؟ الحين يما. وجري ابراهيم بسرعه وهو بيقول، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ها ايه اللي بيحصل؟ واحد بيجري ورايا يديني حاجه غريبه، وبعدها بشويه قبيله تجري ورايا، اعمل ايه بس؟ فضل ابراهيم يجري منهم ويدخل في حواري ضيقه لحد ما اختفى من انظارهم. فلت منيهم، انا لازم اعرف بقى هو في ايه. اكيد البتاع اللي شبه البلوره دي هي السبب، انا لازم اخلص منها. كان لسه ابراهيم هيرميها على الارض بس فجاه البلوره كلمت، لا اوعى تعمل كده، اوعى، انت فاهم؟ اوعى تعمل كده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هي البلوره دي اتكلمت ولا ايه؟ اكيد انا بيتهيألي، بيتهيألي بسبب قله النوم. اترفعت البلوره في الهواء وخرج منها ضوء قوي لدرجه ان ابراهيم حط ايده على عينه، واتحولت البلوره لبنت جميله جدا. بقى انت يا حالتها كنت عايز ترميني؟ طب كنت حاولت اعملها كده وانا كنت اوديك ورا الشمس. ايه ده؟ سلام قول من رب الرحيم، في ايه؟ انت منى بنت انتي؟ وايه اللي بيحصل ده؟ بنت اما بنتك، ما تحترم نفسك بقى بدل معلمك الادب كده، وخليك تقول حقي برقبتي. الله 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 الله، ايه ده؟ ده انت مزيج بين الشرشوحه والبلطجيه. في ايه بنت انتي؟ ما تتمسي على المسا كده وقولي اتمسيت، وبعدين احنا نفضل نتخانق كده وما فهمتيش اللي بيحصل؟ وازاي اصلا خرجتي من بتاع الشباب البلوره دي؟ لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. اها، ابتدينا بقى هرمونات البنات. حكم بقول لك ايه، انا راجل غشيم جدا وخلقي ضيق، فهتنجزي كده وتفهميني كل حاجه يا هتلاقي قلم نزل على وشك ده. نعم يا عينيا، طب جرب تعملها كده وانت مش هتلاقي ايدك دي تاني. كان لسه ابراهيم هيحط ايده على كتفها بس فجاه حس بوجع رهيب في ايده. اه ايدي ايدي مش قادر. حرمت ولا محرمتش؟ اه حرمت والله حرمت، بس وقف اللي بيحصل ده في ايدي، حرم عليكي. يعني اتعلمت تتكلم باحترام مع البنات ولا لسه؟ وربنا اتعلمت، خلاص اتعلمت. وفجأة الوجع راح من ايده. عالم تخاف ما تختشي بصحيح، الناس ما بتجيش غير بالهنا الحمرة. هو ازاي حصل دوت وانت اصلا ما عرفتش مني؟ هقولك بعدين، اهم حاجة دلوقتي يلا نروح. ها نروح فين مؤاخذة كده؟ هنروح بيتك. هنكون هنروح فين يعني؟ الله، بيت مين؟ انت قصدك بيتي انا؟ اه بيتك. مالك مستغرب كده ليه؟ انجز بقى قبل ما يجوا تاني يلا. لا حلوه، مفيش الكلام ده، انا ما بدخلش حد غريب بيتي، وخصوصا بقى لو حد لسانه طويل زي كده. وبعدين هو انا اصلا اعرف لك اصل ولا فصل عشان ادخلك بيتي؟ ايه انت مفكره سايبه ولا ايه؟ على فكره ده مش بمزاجك انت، ده غصب عنك، فوفر بقى الوقت كده عشان انا زيت وعايز اخلص من يومي ده. يا بنت البجاحه اللي انت فيها دي، وبعدين غصب عني ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا زله ولا ماسك عليا زله؟ لا يا حبيبتي، مش انا اللي اتغصب على حاجه. اولا انا بكحه زي ما انت قليل الذوق، فكده بقى نبقى خالصين. ثانيا ما انت طلعت بتشرشح اهو، امال عامل فيها ليه بقى من مدينتي؟ هاي بتاع الحوار انت. ثالثا بقى يا عينيا، انا اتخلقت بس عشان اغصبك، حلو كده؟ لا يا اختي مش حلو. ويلا بقى شوف انت رايحه فين. الله ابعدي عني بقى، انا مش ناقص صداع. اوعي هتاخدني معاك البيت ولا؟ قبل ما ريم تكمل كلامها لقيت الناس اللي كانوا بيجروا وراهم جايين من بعيد، فتحولت للبلوره. خدني واهرب بيا بسرعه يخرب بيتك يلا. طب ايه رايك بقى لما اسيبك انت هنا واجري انا؟ ها حتى لو سبتني هيجيبوك يا متخلف، ولو مسكوك هيعملوا منك فتى. ابراهيم مسكها وطلع يجري بسرعه. منك لله يا شيخه، حالي تهد بسببكم، اجيب انا صحه منين لكل ده؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ ده انت عندك صحه مش عند اي حد، عشان كده الاختيار وقع عليك انت. حتى كمان صحتي اللي عيلتي هتحسدوني عليها. اشوف فيكي يوم يا ثواني كده، الا انت اسمك ايه؟ هو انت شايف ان دوت هيخرب بيتك؟ بصراحه لا. طب اسكت بقى وشد رجلك كده شويتين عشان اهرب منهم. اه طبعا حقك تقولي كده، ما انت مش خسرانه اي حاجه، بالعكس انت متشاله وانا اللي بجري زي الحمار لحد ما خلاص حاسس ان نفسي هيتقطع. ابراهيم اخيرا هرب منهم وطلع لبيته، وريم خرجت من بلوره
مش بطال يمشي، مع انه يعني ضايع حبتين بس ما يضرش. انا في حياتي كلها ما شفتش بجاحتك دي. ايه بنت انتي، ما عندك شويه من الاحمر؟ عندي كتير، اسلفك شويه؟ لا يا اخت خليهم لك يا برده مستفزه. ممكن بقى تفهميني على كل حاجه، لاني خلاص كلها شويه كده واشد في شعري. هو انت اصلا عندك شعر عشان تشد فيه؟ ده هما كام شعرايه، سيبهم في حالهم بقى عشان ما تبقاش اقرع. على فكره انا مش هرد عليكي، عارفه ليه؟ عشان انا محترم. حش حش يا اخويا، الاحترام اللي بينقط منك يا بنتي. ازعلك تلمي بقى. ما تقدرش. المهم اسكت بقى عشان اتكلم. الله، بص يا سيدي، على مر الزمان كان في قريه اسمها. هو انت هتحكي لي حدوته ولا ايه؟ هو انا مش قلت لك اسكت عشان احكي؟ يوه حكم، مش انت لوحدك اللي خلقك ضيق. المهم على مر الزمان كان في قريه، واسم القريه دي اسمها قريه الحاكم الاعظم. القريه دي بيحكمها ملك اسمه الملك قصي، والملك قصي ما عندوش غير بنت واحده بس واسمها ريم، وهي اللي هتستلم العرش من بعده. دارت الايام وريم كبرت وفات الاوان انها تحكم، بس مرات عمها الشريره بقى عملت لها سحر وحبستها في البلوره دي ونفتها للعالم ده عشان ابنها هو اللي يمسك الحكم. هو انت بتتكلمي بجد؟ دي قصه ولا في الخيال؟ وبعدين هو اللي نفتها للعالم ده؟ هو انتوا من عالم تاني ولا ايه؟ لا انا فاهمك، احنا في قريه منعزله عن العالم، ومن اهم قوانيننا ان انا ما متاثرش بيكم. احنا لسه عايشين زي ايام زمان، بنلبس لبس زمان وبناكل اكل زمان، بس بندرس التطورات بتاعتكم عشان لو حد حابب يخرج من القريه وينفتح عن العالم يبقى فاهم كل حاجه. فهمت. طب ممكن افهم بقى انا ذنبي ايه في كل ده؟ وايه اللي المفروض يحصل اصلا عشان تمشي من هنا وترجعي لقريتك؟ وكمان ازاي انت بتخرجي من بلوره وانت محبوسه فيها؟ وازاي اصلا بتدافع عن نفسك وانت ما بتقربيش مني؟ ايه حيلك حيلك حيلك، ايه كل الاسئله دي؟ بص يا عم ركز معايا عشان انا مش عايده الكلام ده كتير. المربيه بتاعتي بتحبني قوي، وكانت حاسه ان مرات عمي بتكرهني قوي، وكانت حاسه ان في يوم من الايام ممكن تعمل فيا حاجه، فعملت تعويذه حمايه بحيث ان لو اي حد حاول يعمل فيا حاجه ما يقدرش، لان هيحصل فيه زي ما حصل فيا كده. وبالنسبه بقى ازاي انا بخرج من بلوره والمفروض ان انا محبوسه فيها، فده عشان انا بقدر اخرج منها بس لفتره زمنيه معينه، يعني ممكن مره واحده كده وانا واقفه بتكلم معاك تلاقيني دخلت البلوره، وده مش هيبقى مزاجي، هيبقى غصب عني. اما بقى بالنسبه لانت دخلك ايه، فصديقي اختار انه ينفتح عن العالم ويعيش هنا، واول لما عرف اللي حصل لي قرر يساعدني ويدور على اي حد قوي عشان يحميني. فلقيت مرة وانت بتدرب شباب في الجيم وقرر بقى ان انت اللي هتبقى قد المهمة دي. وانا مالي بكل ده ان شاء الله، اساعدك ليه يعني؟ وكمان اصلا اساعدك ازاي؟ المفروض ترجعني القرية بتاعتي قبل ما رجالة مرات عمي يجيبوني، عشان لو جابوني هيحبسوني عندهم. انت لو وصلت للقرية دي وودتني لبابا هو هيعرف يتصرف وهيعرف يحميني ويخرجني من البلورة دي، وكمان يجازي مرات عمي. يعني انت قصدك القرية المنعزلة دي المفروض اروحها عشان سيادتك؟ ايوه بالظبط كده. لا يا حلوة، مع نفسك انت بقى. اسمعي بت، الصباح رباح، هرجعك بقى للراجل لبسني فيه وجري، سامعة؟ يعني مش هتساعدني؟ يهون عليك بنت رقية مكسورة الجناح زي كده تفضل محبوسة في بيتها مدورة دي ترضاها على اختك؟ بقولك ايه، جو الصعبانيات ده مش بياكل معايا خالص. طب شوف بقى يا بتاع انت، لو انت مفكر انك لما ترجعني للراجل يبقى كل الموضوع كده انت تبقى غبي، لان رجالة مرات عمي شافوك وانت ماسكني، يعني انت دلوقتي مطارد منهم، يعني حتى لو رجعتني وقررت تسوء الندالة وما تساعدنيش هيلاقوك وهيعملوا منك كفتة، ولو مسكوني قبلك هتبل عليك واقول لهم بقى ان انت شريك معايا، وساعتها هم هيجيبوك ويعملوا معاك الصح. حسب الله ونعم الوكيل في الظلم المفتري، انت جيتيلي من اي داهية انت؟ هو انا كنت ناقص بس يا ربي؟ ها قلت يا شبح، موافق ولا مش موافق؟ قول. موافق يا اختي، على اساس ان يعني عندي اي خيار تاني؟ إذا كان كده فجاي شنطتك يلا عشان من بكرة بقى نتحرك. وبالمناسبة أنا اسمي ريم وأنت؟ أنا اسمي إبراهيم وبيدلعوني بهيمة. إيه ده؟ بيدلعوك بهيمة؟ إزاي يعني؟ وأنت ساكت لهم عادي؟ بهيمة إيه يا بهيمة أنتِ؟ بقولك هيمة مش بهيمة. سوري سمعت غلط، أصل يعني حبستي في البلورة أثرت عليا شوية. ممكن يعني أسألك سؤال لو ما فيهاش قلة أدب يعني؟ هو أنتِ مزة كده زي ما أنا شايفك ولا في الحياة حاجة تانية؟ وأنت مالك يا بتاع أنت بشكلي؟ ها؟ بص انا اول ما شفتك قلت انك مش سالك وقل الادب. ريم ما كملتش كلامها لانها فجاه اتحولت لبلوره، فعرف ان الفتره خلصت. يا عالراحه، ده انت صداع يا شيخه. ايه ده؟ اما ادخل بقى لم هدومي وانام لي ساعتين كده، ده اذا اصلا جالي نوم. وتاني يوم الصبح ابراهيم قام من النوم وخرج بره ولقى ريم قاعده على الكنبه. ايه ده، انت صحيتي يا اختي؟ خد دي. ايه دي؟ دي الخريطة بتاعت القرية بتاعتي. إبراهيم أخد منها الخريطة وبص فيها بس برق بصدمة. إيه كل ده؟ دي بعد الغابة بكتير قوي، أنت متخيلة؟
يعني اصلا مشوار طويل قوي على ما نروح الغابه، ما بالك بقى لما نعدي الغابه كمان. ده احنا هنمشي مشوار طويل قوي وكل ده احنا معناش عربيه. ما انا قلت لك ان المشوار طويل. بقول لك ايه، عشان خاطر عارفين المهمه دي دوري على حد غيري. ابوس ايدك. يا سلام، واحنا لسه هندور وهنقنعه وهنحكي له حكايتي. ليه يعني؟ ده هيكون بالميه كده عدى 3 ايام ورجالتها ساعتها هيكونوا جابوني، وهفضل بقى محبوسه طول عمري في البلوره دي. معلش استحمل، وصدقني في الاخر هيبقى ليك هديه حلوه قوي. هديتي بقى، ما خلاص ما بقتش تفرق. هنتحرك دلوقتي ولا ايه؟ يا ريت. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 10 الصبح. حلو، يلا نتحرك. طب ادخلي يا اختي بقى البلوره عشان محدش يشوفك. وفعلا دخلت، وابراهيم نزل ووقف تاكسي وقال له على العنوان اللي هيوصله عليه سواق. بس يا باشا ده طريق طويل قوي وانا مش هاخد اقل من 100 جنيه. ماشي اطلع بس. السواق سأل العربيه باتجاه العنوان، وابراهيم غمض عيونه وكمل نومه. بعد 3 ساعات، انت استاذ، انت عم يا استاذ. ايه يا عم في ايه؟ احنا فين؟ انا وصلتك المكان اللي انت عايزه اهو، ايدك بقى 100 جنيه. حاضر يا عم، هو ناصر يعني ولا اكلهم عليك؟ خد اهو. ابراهيم دفع الفلوس لي واخد البلوره ونزل من العربيه. اول ما السواق مشي، اخرجي يا اختي انت كمان يلا. ريم ما ردتش عليه، فعرف ان دلوقتي هي مش هتقدر تخرج، فكمل طريقه لحد ما وصل لاول غابه. وريم بتقول، ها احنا بقينا فين؟ اخيرا خرجت من بلوره. ده انا قلت مش هتخرجي ابدا في يومك ده. ما انا قلت لك دي حاجه مش بايدي، انا بعرف اخرج بس مش في كل الاوقات. طيب احنا بقينا على اول طريق الغابه، بس بصراحه كده انا مش عايز ادخل. مش عايز تدخل ليه؟ عشان خايف اكيد. يا بنتي دي غابه يعني مش اي مكان عادي. يا عم ما تقلقش، دي ما فيهاش حيوانات مفترسه. وهو على كده بس يعني؟ دي اكيد مليانه بعفاريت وحيوانات ما نعرفش عنهم حاجه. ايه الافوره دي؟ ادخل يا ابراهيم يلا بقى وبطل جبن. او اقول لك هسبقك انا يا عم وهدخل قبلك، مرضي كده؟ يا سلام، على اساس ان انت مش ممكن ترجعي البلوره في اي وقت وانا لا بقى جوه لوحدي. يا عم انجز بقى، صدقني مش هيحصل حاجه. يلا بقى عشان نوصل للقريه واتحرر بقى من بتاع اللي انا فيها دي. يلا ماشي هدخل وربنا يستر، بس صدقيني لو حصل لي اي حاجه انا مش مسامحك طول حياتي. لا ما تقلقش مش هيحصل حاجه ان شاء الله، ربنا يستر. انا لسه صغير وعايزه اتجوز واشيل عيال على ايدي. هو انت ليه تاكل يا ابراهيم عشان تتجوز وتجيب عيال؟ بصراحه لا، بس قادر ابقى غني واتجوز بقى. هو انت مفيش عندك وسط؟ يا فقير يا غني. يا ستي سيبيني احلم بقى، حتى الحلم دي كمان هتقفلي على واحده فيها. خلاص خلاص اسكت، ايه الرغي ده؟ اوف. ودخلوا الغابة وفضلوا ماشيين فيها كتير. بمناسبة الملل ده بقى، ما تقولي ايه هي كل احلامك وقولي طموحاتك. عندي احلام وطموحات كتير قوي، بس للأسف لحد دلوقتي ما عرفتش حق ولا حاجة منهم. اول حاجة كان نفسي فيها بس للأسف خلاص فات الاوان، وهي ندخل كلية طب بشري، بس مجموعي ما جابش غير كلية حقوق، وانا بكره كلية الحقوق كور العامة، فعشان كده بقى ما حبيتش اشتغل بشهادتي. تاني حاجة بقى كان نفسي احققها، وهي ان يبقى عندي جيم خاص بيا ادرب فيه كل الشباب، يعني مش مجرد مدرب في الجيم وخلاص، انا عايز يبقى عندي الجيم ذات نفسه. تالت حاجه بقى نفسي فيها، وهي ان الاقي بنت الحلال اللي احبها وكمان تحبني، ونتجوز ونعيش في سعاده ونخلي بقى صبيان وبنات. بس يا ستي هي دي كل حاجه، انت بقى ايه هي طموحاتك واحلامك؟ طبعا اول حاجه نفسي فيها وهي ان يخلص من الموضوع ده ونعاقب مرات عمي على اللي عملته فيا. تاني حاجه بقى، بما اني هبقى ملكه مقدمه ان شاء الله، فعايزه ابقى زي بابا في كل حاجه، في حكمته وذكائه وفي عدله. انا نفسي احكم القريه زي ما بابا كان حاكمها، وما خليش شعبي محتاج لاي حاجه ابدا. احنا في قريتنا على قد ما نقدر بنحاول نتجنب اي وسايط او اي مستويات، يعني لو حد من مستوى عالي عمل حاجه في حد مستوى منخفض بنجيب حق المستوى المنخفض. دي حاجه اساسيه عندنا في الحكم، وللاسف بسبب كده بنتحارب كتير. بس بابا بقى مصمم على اللي بيعمله، وانا كمان لما استلم الحكم هبقى مصممه على ده. وطبعا كاي بنت يعني حلمها انها تلاقي الشاب الشهم اللي يخطف قلبها ويتجوزوا هما الاثنين ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ريم، هو انت لازم تتجوزي حد من عائله الحكم؟ ما ينفعش يعني تتجوزي حد عادي صح؟ لا عادي جدا اتجوز حد عادي، بس يكون جدع وشهم وقد المسؤوليه عشان يساعدني في الحكم. بصراحه انا مش مصدق، اصل ازاي يعني باباك الملك ممكن يسمح بحاجه زي دي؟ لازم تاخدي واحد من مستواكي. على فكره ماما كانت ملكه، وبابا بقى كان واحد من ابناء الشعب وحبوا بعض وجوزوا، وكان هو اللي بيساعدها على الحكم لحد ما توفت واستلم هو مكانها، لان ماما ما كانش ليها اخوات زي ما انا كده بالظبط ماليش اخوات. الموضوع عندكم مختلف خالص، احنا للاسف الطمع والجشع هو اللي مسيطر علينا. لو حد مستواه كويس وعمل حاجه لحد مستوى ضعيف حقه ما بيتخدش، بل بالعكس بيدوسوا عليه اكتر. عارفه يا ابراهيم، عشان كده بقى احنا دايما بنحرص اننا نعيش بطريقه معينه زي ما كانوا اجداد اجدادنا بيعيشوا، وما نتفتحش عن العالم بتاعكم، بس في نفس الوقت بندرس كل حاجه عشان زي ما قلت لك اللي حابب يخرج من القريه يخرج براحته ويبقى فاهم كل حاجه، ما يبقاش يعني على عماه.
فضلوا يتكلموا كتير لحد ما الليل جه عليهم. الجو برد قوي، لازم اجيب حطب او خشب او اي حاجه يعني، المهم نولع نار عشان نتدفى شويه. بما اننا في الغابه يعني فسهل جدا نلاقي الحاجات دي. مش سهل قوي يعني، على حسب حظنا. ايه ده، استني كده، ده في خشب كتير مكوم هناك اهو. مش قلت لك هاتهم بقى عشان نتدفى؟ لان انا كمان حاسه ان انا هتلج خلاص. ابراهيم جاب الخشب وفضل يحاول فيهم لحد ما اشتعلوا. اخيرا شويه دفى. هو لسه كتير على ما نوصل اخر الغابه صح؟ احنا لسه ما وصلناش نص الغابه اصلا. لو كنا نعرف طريق مختصر كنا مشينا منه على طول. طريق مختصر ايه ده اللي هنلاقيه في الغابه؟ سيبك من الهبل ده، انا مش شايل غير هم حاجه واحده بس، وهي بقى ان ممكن رجاله الوليه العقربه مرات عمك دي يجيبونا قبل ما نوصل للقريه، وساعتها بقى تبقى كارثه. دول عددهم كتير قوي وكل واحد قد الحيطه. لا ما تخوفنيش اكتر ما انا خايفه، انا اصلا مش راضي اقول لك بقى لا تخاف انت كمان. لا انا مش محتاج حد يخوفني، انا خايف لوحدي. ايه ربنا يستر ان شاء الله، ما تخافش. انا خايف كمان لا تدخلي البلوره وافضل كده طول الليل قاعد لوحدي. المشكله اصلا ان انا نمت كتير النهارده فمش هعرف انام دلوقتي خالص. يا ريت كان بايدي اختار الوقت اللي ادخل فيه البلوره. هان كلها شويه ان شاء الله ونوصل القريه وتبقي حره. اتمنى بجد عشان زهقت قوي من الوضع اللي انا فيه ده. ريم اتحولت للبلوره فتنهد ابراهيم بضيق وفضل قاعد شويه لحد ما حس ان هو جاب اخره من كتر الزهق، فمسك البلوره وفضل مكمل طريقه لحد ما تعب ونام. تاني يوم ريم طبطبت على ابراهيم بالراحه عشان يقوم من النوم. ايه ده، في حاجه ولا ايه ريم؟ انا فاكره ان احنا ما كناش هنا امبارح. ما انا لما زيت فضلت مكمل الطريق شويه لحد ما تعبت ونمت. ما خفتش الحاجه تطلع عليك؟ انا سلمت امري لله، ولو مكتوب لي ان يحصل لي حاجه اكيد هيحصل. عندك حق. طب يلا عشان نكمل طريقنا. يا ريت، احنا كل ما سرعنا اكتر كل ما كان احسن. هو انت عندك كام سنه يا ابراهيم؟ عندي 28 سنه. وانت عندك كام سنه؟ حذر فذر، انا عندي كام؟ لو شاطر قول. تقريبا كده عندك 25. ايه ده، عرفت منين؟ مش عارف بس حسيت. وقف ابراهيم مره واحده فريم قالت في ابراهيم. وقفت ليه؟ انا سمعت صوت خطوات ورانا. انت سمعت حاجه؟ لا ما سمعتش حاجه. ابراهيم بص وراه وما لقاش حاجه. يمكن بيتهيالي ولا حاجه. بس فجاه سمع نفس الصوت، والمره دي بص وراه بسرعه، بس اتصدم لما لقى ثعلب. ابراهيم خاف جدا. بقول لك ايه، بتعرف تجري؟ ليه يا ابراهيم، في ايه؟ انت لسه هتسالي؟ اجري بسرعه. ابراهيم مسك ايديها وجري بيها بسرعه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا مش عارف الثعلب ده طلع من انهي داهيه، بس هو لو مسكنا هيعمل فينا ايه؟ يا بوما ما تخوفنيش اكتر. على فكره بقى انت المفروض ما تخافش، انت راجل وبعضلات. ده ثعلب يا متخلفه، يعني لو عضني عضه خلاص هروح فيها. وبعدين وانت فكره يعني ان عضلاتي دي هتخوفه؟ بقول لك ايه، احنا لو فضلنا نجري كده هو كمان هيجري ورانا لحد ما يجيبنا، المفروض بقى نتصرف. طب ايه هنعمل ايه، عندك فكره؟ استني. ابراهيم وقف جري ومسك طوب وبدا يحدف عليه، فالثعلب جري بسرعه من قدامه. ياه، كانت فين الفكره دي من زمان؟ كويس اصلا الفكره دي كانت في دماغي، لان انا لما بخاف ما بعرفش افكر، كان مخي بيقف عن التفكير. بس تصدقي بقى احنا فضل الثعلب ده جرينا حته كبيره قوي في الغابه. ايوه تصدق صح، دايما في كل حاجه بيبقى ليها ايجابياتها وسلبياتها. طب انا ايجابياتي ايه؟ ايه اللي حصل لي؟ انك عرفتيني يا بويا على الغرور. طب اتفضل يا اخويا قدامي بقى قبل ما حاجه تانية تطلع علينا، وساعتها بقى كاريزمتك وغرورك ده هيبقوا في الارض. لا لا لا، يطلع لنا حاجه تانية. ايه، انا خلاص ما بقتش اقدر اجري اكتر من كده، ده احنا جرينا بتاع كيلو كده. انا برضو حاسه ان رجلي خلاص ما بقتش قادره تشني، يعني لو طلع لنا حاجه يبقى تكون احسن ونخلص من القرف اللي احنا فيه ده. يا سلام، على اساس يعني انت مش اول واحده هتسيبيني وتجري؟ لا عيب عليك، انا بتاعت الحركات دي برضو. ها طبعا، انت هتقولي لي. وبعد فتره وصلوا لنهايه الغابه. اخيرا. لا انا مش مصدق نفسي، ده انجاز كبير كده. بقى يبقى فاضل لنا كيلو عشان نبقى وصلنا للقريه بتاعتك صح؟ تقريبا كده. تقريبا ايه، هو انت ما تعرفيش؟ ما اعرفش، انا اول مره اصلا اخرج بره القريه بتاعتي. فهمت، بس ايه رايك في العالم بتاعنا يعني عموما؟ مش بطال. ده انت عليكي تناكه ما شفتهاش في حد. ريم ضحكت وفضلوا ماشيين شويه لحد ما تعبوا فقعدوا على الارض. ها هنعمل ايه اول ما نوصل القريه؟ ايه ده، بس ان ساعتها بقى بشكل ده وما بقاش في البلوره، عشان هيبقى صعب قوي لو في البلوره ان انت توصل لبابا، انما لو بشكل عادي فبابا اول ما يعرف هيوصل لي قبل ما اوصل له، لانه اكيد بيدور عليا من ساعه ما اختفيت. حقه يخاف عليكي، ما انت بنته الوحيده. بس انا عندي سؤال، هو ليه باباكي ما قررش يخلف تاني؟ لان للاسف ماما توفت وبابا كان بيحبها قوي فما قدرش يتجوز غيرها، يعني ما قدرش يجيب واحده تبقى مكانها. ما شاء الله بابا مخلص قوي، عقبال بقى باقي الرجاله لما تبقى مخلصه كده. مش اول ما يحط مراته في التربه يقول يا جواز. مش كل الرجاله كده، في فعلا رجاله زي ما انت بتقولي كده، وفي رجاله زي باباكي.
مش كلهم نفس النوع. طب ما انتم برضو في كل خاينة في كل وفية، القصة مش قصة رجال وستات، القصة قصة طباعة سواء هنا او هنا. بدأت اقتنع شوية. بما اننا ارتحنا شوية فيلا بقى نمشي عشان نوصل القرية النهاردة. كملوا مش وعد وقت كبير لحد ما اخيرا وصلوا للقرية. ايه ده انتوا قريكم شكلها حلو قوي كده ليه؟ مش وقته، امشي بسرعة يلا نروح لبابا. وده نروح له ازاي؟ ريم لمحت واحد من الحرس اللي بيحرسوا باباها فنادت عليه بسرعة، وهو اول ما شافها جه. مولاتي انت كنت فين؟ باباكي الملك قلب عليك الدنيا. وديني بسرعة لبابا وادي امر بالقبض على مرات عمي. حاضر مولاتي اتفضلي. ريم ركبت العربية الملكية، هي وابراهيم كان راكب جنبها، وراحوا على القصر على طول. اول لما دخلت ابوها شافها وجري عليها بسرعة وحضنها جامد. ريم حبيبتي كنت فين كل الوقت ده؟ هبقولك بعدين يا بابا، اهم حاجة دلوقتي تقبضوا على مرات عمي وما تخلوهاش تهرب ابدا. ليه يا بنتي هو في ايه؟ هي السبب في اختفائي يا بابا، وهي السبب اللي انا فيه ده. ريم حكيت له على كل حاجة، فتعصب قصي وامر الحرس بتوعه انهم يجيبوها وكمان يرموها في السجن، وامر يجيب ساحرة عشان تفك الريم التعويذة اللي عليها. بعد شوية خرجت الساحرة من الأوضة اللي فيها ريم. مولاي كل حاجة بقت تمام، أنا قدرت أفك التعويذة وبنتك دلوقتي بقت حرة. الملك بص للحارس بتاعه، اديها حلاوتها وبزيادة. كان لسه إبراهيم هيدخل الأوضة. هو أنا ممكن أدخل معاك؟ آه طبعا، ده أنت ليك الفضل في إن بنتي ترجع لي تاني. ودخل هما الاتنين جوه. ريم أنت كويسة؟ آه الحمد لله إبراهيم كويسة، وطبعا كل ده بسببك. في الوقت ده خرج قصي عشان يروح يحاكم مرات اخوه. فاكر يا ابراهيم لما قلتلك ان لما تتم المهمه ليك هديه حلوه قوي؟ اه فاكر. ايه هي بقى الهديه دي؟ انا هديتك يا ابراهيم. ودي احلى هديه جاتلي في حياتي، بحبك يا ملسان طويل. وانا بحبك يا قليل الذوق. وابراهيم راح اتقدم لها من باباها واتجوزوا فعلا، وعملوا فرح ملوكي حلو قوي وشكلهم كان تحفه. وبعد فتره طويله خلفوا عيلين زي القمر، بنت وولد. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.